رجعت معكم. غادي نوجد الغدا. انا غادي ندير العدس، غادي نديرو بالعدس هذا العادي، وغادي نزيد معاه هذا الاحمر. صافي، غادي ندير فيه شويه ديال اللفت وشويه ديال الخيزون، غندير ربيع قزبر والمعدنوس، عندي حبه صغيره ديال البصله، وعندي هنايا تقريبا 4 ديال الفصوص ديال الثومه، وغادي ندير معاه مطيشه ديال الحب. صافي، والتوابل العاديه. دابا ان شاء الله غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو. انا كما العاده كندير كلشي في مره، ما تنقلي ما والو. صافي، غادي نقطع الثومه هكذا الشرائح اللي رقاقين، صافي هي ما كتبقاش باينه. انا هنا القزبر والمعدنوس درت غير شي حاجه اللي قليله، كتزيدوا ولا كتنقصوا على حسب الرغبه ديالكم او على حسب الكميه اللي نتوما درتو ديال العدس. البصله غادي نقطعها هكا طرفه، اللي بغى يحكها ممكن يحكها. صافي، غادي نحاول نرققها باش ما تبقاش باينه. صافي، بهذا الشكل هذا. صافي، اللفت غادي نديرهم هي وخيزو، غادي نقطعهم هكا صغارين. اللي بغى يزيد البطاطا حتى هي يزيدها، واللي ما بغاش يدير كاع الخضره ممكن ما يديرهاش. اللي عنده اللفت المحفوره ممكن يزيدها، هي راه كتجي حسن الريحه ديالها، كتجي متواسيه مع العدس. انا ما عنديش، فدرت غير هاد البيضه. ديروا الكمية اللي عجبتكم. بالنسبة للعدس الأحمر، أنا غادي ندير العدس العادي يطيب هو الأول، حتى كيقرب يطيب عاد كنزيد العدس الأحمر، ما كنديروش معاه من الاول لانه كيطيب بزاف، هو كيتحل. فتقريبا حتى كتبقى لينا داك 10 دقائق او ربع ساعه باش نحيدو العدس ديالنا من على البطاطا حتى نزيدو. صافي، وكنخليهم بجوج باش يكملوا الطياب ديالهم. صافي، انا غادي نكمل بحال هكذا، نكمل الخضره ديالي ونرجع معكم.
صافي انا درت الخضره ديالتي كامله هنا، دابا غادي نزيد العدس. وغادي نبدا باش نزيد العطريه، فغندير شويه ديال البزار، تقريبا غندير غير 4 معلقة ديال النحار، غندير معلقه صغيره من الخرقومعق، وغندير معلقه صغيره من سكينجبير. انا هذه اللي كنعبر بها ديال القهوه، ثلاثه صغيره. غندير شويه من الملول الغذائي صافي، والملحه. الملحه كتبقى على حسب الذوق، اللي بغى يدير الضويمات ديال البنة يديرهم، انا ما كنفضلهمش في القطنيه، حسن الا بقى لينا المذاق ديالها طبيعي. صافي غادي نزيد تقريبا معلقه صغيره هكايا ديال المطيشه ديال الحب، اللي بغى يدير طريه يديرها. صافي انا ما عنديش، درت غير هذه حتى هي كتجي فيها زوينه، ما غنديرش فيه لا تحميره لا والو. غندير شويه ديال الزيت الروميه، ممكن تعوضوها بالبلديه. تقريبا درت هنا جوج معلقات كبار صافي، وغادي نروي. ندير الماء اللي غيكفيني يطيب فيه باش ما نوليش نزيد. صافي غادي نردو باش يطيب، كما قلت لكم تقريبا نخليه حتى يطيب، تبقى لي داك 4 ساعه اولا 10 دقائق، عاد نرجع باش نزيد فيه هذا العدس الاحمر. يلا وانتم معنا. صافي دابا زدت العدس، غادي نزيد عليه غير شويه ديال الماء فاش يطيب، لان الاخر نشف. صافي وغادي نخليه تقريبا 10 دقائق او 4 ساعه كاع فهو كيكون واجد. صافي العدس ديالنا ها هو وجد، كما كتشوفوا راه ما تيبقاش كيبان، ما تيبانش فيه، يعني ما تيبانش معاه العدس الاحمر. صافي دابا انا غادي نسد عليه، غادي نطفي البوطه وغادي نسد عليه ونخليه ترجع عليه داك السخونيه باش ما يطيب ليش بزاف بالعافيه. صافي وهكا كيكمل الطياب ديالو. صافي البنات العدس ديالنا كيجي على هذا الشكل، كنتمنى باش تعجبكم هذه الطريقه وتستافدوا من العدس العادي وحتى العدس الاحمر، راه كيجي زوين وحتى القيمه الغذائيه ديالو يعني كبيره، وبهذه الطريقه فانتوما كتستهلكوه. هنا عندنا الخبز ديال الدار، الخبز ديال الزرع. صافي كنتمنى باش تعجبكم هذه الطريقه، ونقول لكم مع السلامه ان شاء الله حتى الفيديو اخر.